يأتي الأول من مايو كذكرى فرحة تحمل رمزية لكل عمال العالم، ولكن يبدو المنظر في محافظة الحديدة مختلفا إلى حد كبير، إذ لا تظهر ملامح البهجة بهذه المناسبة على الإطلاق، كما لو أن التعاسة أصبحت متلازمة في هذه المدينة التي أكلها الإهمال والتهميش لعقود كثيرة من الزمن، ولا يزال يلتهم ما تبقى من ملامح السرور لدى عمالها وساكنيها. أسفت الإيد حق العمال، تمام، الضباحة ما يدنهم أي شيء. يبدو المشهد وكأن العاملين من أبناء المحافظة أصبحوا يفكرون بطريقة تختلف عن نمط تفكير الغالبية التي اتخذت من هذا اليوم إجازة رسمية، إلا أن الحقيقة هنا تقول خلاف ذلك. احنا ما لناش عيد، احنا 24 ساعة شغالين، خاصة احنا العيد ما نعرفوش، احنا نعرف لقمة عيش بس. إذا تأتي مناسبة عيد العمال هنا ثم تذهب، ولا تبقى غير الكآبة والمعاناة المرتسمة على وجوه من يقدمون الكثير ولا يأخذون سوى القليل.